تدا التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السيدة منيار مجبري، حبينا نرجع للتقرير الصدر على موضوع الماء. رحبوا بها، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. مرحبا بك، صباح الخير وصباح الخير لكافة المستمعين. شكرا شكرا لك ولقبولك دعوتنا اليوم الصباح. التقرير على الماء والاندستري نتاع الماء بصفه عامه، قلت انه ممكن الوضع يكون كارثي، معناتها لو كان ما نقفوش ونواجهوا المشاكل في القطاع ذايا. علاش؟ به هو تقرير اسمه سياسة مرتجلة لإيقاف استنزاف المواد المائية، تخصص تمنح لشركات التعليب المائية وترفض للفلاحين. هو جاء في إطار ضمن معناتها مجموعة من المقالات الأخرى في المشاريع السداسية لقسم العدالة البيئية بالمنتدى. في المقال هذه حاولنا نتطرق لإشكالية أهالي البحيرين من معتمدية برجو ضد معناتها انتصاب معمل في جهة برجو، خاطر احنا عندنا شحمياه، ثم زاد اون باراليل ثم رفض الى معناتها وزارة الفلاحة رفضت انه يتم ترخيص الابار في لحي معناتها ابار للسقي. دونك لهنا هيك نشوفوا اني ثم كيفاش فهموها اللي الدولة معناتها ترفض للفلاحين اللي هو ثم أمن غذائي وتعطيها للمستثمرين نتاع الماء باش يبيعوا معناتها ثروة مائية اللي هي ملك الشعب التونسي يستخرجوها المستثمرين ويعاودوا يبيعوها. إذا عندنا إشكالية في الماء وعندنا إشكالية هيكلية، عندنا برشا إشكاليات في القطاع المياه. نجو نشوفوا نيكو اللي الدولة نتاعنا تستثمر فيه اللي هي المعلبة تعطي تراخيص فما حتى مشكلة، اللي هذا يجيب له الدوسي نتاعو وتعطيه الترخيص تقول له اخدم على روحك. إيه والفلاحة اللي هي أمن الغذائي هذيك كيفاش باش نسقوها؟ وإحنا عندنا متغيرات مناخية، عندنا شحمية، ديجا في برجو عندنا فما تسعة عيون، العين الوحيدة اللي بقات هي العين اللي تصير فيها البحث فيها المعمل. معناتها مش تنزل فيها الحفر وكل شيء، تنجم تبدأ المنطقة هذيك تولي تنزيف للمائدة المائية. حاولنا حتى من خلال المقال هذا نشوفوا كيفاش السلطة تجي في المنابر الإعلامية وتقول الأولوية لمياه الشرب والأولوية إلى معناتها السقي معناتها الفلاحة، وأنت من جوا هكا نشوفوا ما تعطيش تراخيص، ما تعطيش الماء ماهوش واصل للمواطنين. هذا اللي نقولوا راهي الدولة من خلال السياسة نتاعها راهي ماهيش تضمن في حق المواطن في الماء، يلك سواء الماء صالح للشراب أو الماء للسقي. وهذا يطرح برشا عديد من الإشكاليات. احنا حاولنا نطرحها وحاولنا وغصنا في المقال حول الشركات مياه التعليب. جينا نشوفوا اللي مياه التعليب بدات من 1966، وكانت أول معمل كان في نابل، وبدات بعد ياكاكي. تطور من 2011، شفنا تطور كبير من 2011 حتى 2022، لقينا مع 13 معناتها شركة مياه معلبة زادت في تونس. 13 معناتها تشوف أنت ليفاليواسيون كيفاش صار تطور هذا نتاع المياه المعدنية. أولا جينا نشوفوا نقروا وزاد عملنا معناتها حاولنا نغوصوا أكثر، لقينا الأسباب اللي هي كلها ترجع إلى جودة المياه اللي هي المزاد من شركة معناتها مصونات، تلوث المياه، غياب الماء الصالح للشراب، هذايا ما جعل القطاع هذايا يزدهر وهو مش يزيد في كاهل المواطن اللي واصل صل المواطن يخلص معناتها باغ اكزومبل لوسونات ويخلص ويخلص معناتها المياه المعدنية. وصلت طبعا عباد تجاوزت ولت تعمل فك الحفر الابار معناتها بطريقه عشوائيه، ولت حتى ما سونيت ما هو بويسك اللي هو موصل على الشرب ما تنجمش تشربه تقول لك انا نخلص ولا تسقي به. معناتها وصلنا الى ثم نقول لك ما ولا المواطن هو اللي يتصرف وحده، بويسك اللي الدوله هي ماهيش قادر انها لا تراقب لا تعطي رخص لا حتى شيء، معناتها الاشكال نتاع المياه. هذا احنا من حاولنا من خلال المقاله هذه نطرحوه، وكنا دعينا في الاخر انه معناتها يلزمنا نمشي توا في الاصلاح، خاطر يلزم الكلام ونمشيو للفعل. ان توا نحبسوا ان نعطوا الرخص للشركات هذه، مش كل يجي يحك راسه يحب يعمل استثمار في المياه المعدنيه نعطوه الترخيص. كيفاش تتم المراقبه؟ وعلى الاقل فما شفافيه في المراقبه، لو كان انت تراقب كل شركه تنجم تعطينا المعلومات عليها. لهذه احنا ما نجمناش نتحصلوا عليه كمنتدى، بالرغم حتى ما طلبنا في المعلومه ولا اي حاجه ما نجمش توصل المعلومات اكثر معناتها تغوص اكثر فيها. جوست كان الحاجات اللي تنجم تنشر على الموقع نتاع الديوان نتاع المياه المعدنيه. هذا هو، دونك احنا توا في المومو يلزمنا نصلح، يلازم نصلح القطاع هذا، لكن مش نوصل الكارثه.
اللي هي معناتها اليوم استنزاف، معناتها قلتم انتوما بالضبط شنو هو جوستومون الكارثه اللي تلفتوا الانتباه اليوم؟ خاطر مش يتم استنزاف الموارد المائيه، احنا رانا عندنا شحميات تو عايشين. العباء معناتها القطاع المياه راهو فوضى تو. اللي يمشي يقدم ترخيص باش يحفر بيه باش يسقي بيه بطريقه معناتها بطريقه قانونيه يتم الرفض نتاعو ولا المماطله نتاعو. المواطن عنده عديد من الاراضي الفلاحيه، دونك يحب يستثمر، يحب يمشي يدخل في الفلاحه، يحب يخدم في الفلاحه، يتم الرفض نتاعو، دونك لهنايك مش تولي يحفر فانتاج بطريقه غير قانونيه ويسقي. لهنايك من بعد الدوله تقول لك لا هذاك لازم نسكر له الفانتاج نتاعو، هذاك تجاوز القانون. الا هنايك وين المراقب؟ انت كي تجي المواطن يشوف انك انت اعطيتي ترخيص اعطيتي ترخيص معناتها باش تكون فما واحد مياه معالبه اللي انت ما يعرفش حتى قداش استخرج من الكميه نتاع المياه، اسكو هو مستنزف الميده المائيه ولا ماهوش مستنزف، وتجي تمنعيه هو. معناتها لان فما تضارب، والماء والحاجه الوحيده اللي هي مش تمشي هي الميده المائيه. خاطر احنا ممكن وصلنا احنا بار اكزومبل في المده الاخيره احنا وصلنا الى حساس تحسيس حساس نتاع المياه، وقلنا راه ما عندناش مياه كافي حتى باش نشرب. اسكو احنا كان مش نستثمر المياه هذيك في المياه المعالب ونستثمرها في حاجات اخرى، اسكو انا نضمن ان الماء نهار الاخر مش نجيها حتى للشرب؟ اسكو نجموا نضمنوه هذايا توا؟ ما نتصورش كان نضمنوه. واضح واضح. اسئله خاطر القطاع راهو قطاع حيوي، راهو قطاع من غير ماء احنا ما نجموش نعيشوا. فالدولة تقول لك على الدولة توفير، لكن في الأصل في الواقع راه ما فماش توفير، راه عباد معطاشة. أنا كي نجي نشوف في قروين بار إكزومبل اللي أنا نخدم فيها الريجون هذيك، معناتها هي اللي هي تحتل المرتبة الأولى في عدد التحركات الاحتجاجية للمطالبة بالماء الصالح للشراب، خاصة في المناطق المعتمديات. نجي هي تحتل المرتبة الأولى في عدد الوحدات معناتها وحدات تعليب المياه. تصور أنت عندنا في قروين ستة أون باراليل العباد عطاشة. لهنيك الاولويه لشكون؟ اسكو للمواطن انه يشرب الماء ويضمن الماء وتكون ذات جوده وكميه كافيه، ولا انا نمشي نعطيها للمستثمر؟ وان بليس ثم عندنا في حاجه بالعيون معناتها شركه مياه معلبه، وبجنبها مدرسه ماهيش مربوطه بالبسونات، وجمعيه قاس عليها الماء. اسكو هذيا عداله هذيا نحكوا عليها؟ واضح. هذا هو اللي لازم يتصلح في بلادي. مش الاستثمار كل شيء معناتها، او فما حقوق معناتها اساسيه لازمها توصل للمواطن. هذا اذا نلقاو الكل في التقرير نتاعكم اللي هو نشرتوه معناتها للعموم، ينجموا ينجموا لازم موجود على موقع لافيديت بونيت. واضح ينجموا. ومع المقالات الاخرين فما النشريه نتاع السداسيه القسم العدالة البيئية، وفما كل مقال ديجا كل مقال قاعدين ننشره فيه وحده. واضح، موضوع مهم نعرفه، ممكن أهم حاجة في الحياة معناتها هي الماء معناتها اليوم، خاصة تونس كما قلت أنت تعيش في شح معناتها ستريس هيدريك كبير حتى من شح، وخطير معناتها على المستقبل البلاد. دونك مهم ياسر المواضيع اللي طرحتوها، ما اكثر من انه تعمل تقرير ويقعد في درج. شنو انتظاراتكم؟ شنو تستناو اليوم معناتها غيرمون كونكريتمون؟ الحاجه اللي نستناو فيها انهم ينظروا في مجله اهم حاجه، خاطر كل دروسي تخدموا وحده ما تنجمش توصل انك تصلح. دونك يلزمها لان هيك القوانين هي اللي تتصلح، الهيكله والمؤسسات هذوك يلزمهم تصلح. يلزمنا احنا ديجا من توا الفكره نتاع مجله المياه باش نحميو الموارد المائيه كانت من 2009 الى يومنا هذا، معناتها لتوا ما تمش المصادقه على مجله المياه. ديجا المجلس معناتها مجلس النواب رجع يخدم، الى يومنا هذا ما طرحتش مجله المياه. الى متى باش نبقوا احنا نستعملوا في قوانين تشريعات قديمه اللي هي ما تحميش الموارد المائيه نتاعنا؟ راي حتى القوانين والمجلة المياه بالحق فيها عديد التداخلات من عديد الهيئات الاخرى، كما المياه المعالبه، المياه المعالبه عندنا وزاره الصحه تشرف عليها، ومن هكا تاخذ تصريح من وزاره الفلاحه، معناتها حاجه داخله بعضها ما تفهم منها حتى شيء. حتى باش تجي تشوف انت شكون المتدخل في حاجه هذيك تبقى تلوج من اداره لاداره. تنجم كلهم يكونوا متدخلين فيها. هذا يلزمنا ثم عديد الاصلاحات، يلزمنا نمشيو فيها. وما نمشي في الإصلاحات إلا ما تكون عندنا قوانين تحمي الموارد هذيك وقوانين نلتجئ لها.
دونك سي لو مومون ان نمشيو بالحق، لازمنا ننضف في مجال التنميه، كان مش نبقوا هكا مانيش مش نتحركوا جنب، مش نبقوا ندوروا في نفس الدائره، معناتها نجم نهار اخر ما نلقوش الماء عادي. كان صيف السنه مشينا نظام الحصص العام الجاي نجم نقص عليك نهار كامل ويعطيك في الليله كهو. هذاك هو واضح. حبيت هو الواقع عام تاعنا، خاطر واضح. احنا الدوله كان الكلام الحاجه الوحيده اللي دولتنا كان الكلام، عند الناس الكل تحكي لكن السلطه ولا اصحاب القرار ما يفعلوش. والمطالبة اليوم بالتفعيل هذا اللي طالبينه في المنتدى التونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. نذكر مستمعينا تسمعوا في السيدة منيار مجبري. منيار مجبري، حبيت من موضوع الماء نمشي معاك نقعد في الـ في الأمن الغذائي. يعني الموضوع متاع الأمن الغذائي مازلتو كسداتو كيف كيف تقرير وتحكيه على الانفلاسيون معناتها وكيفاش كل شيء ولا غالي ان توكا في هذا فوالا معناتها تقرير نتوما مازلتو كي خرجتوه خاصة فيما يخص الأزمة متاع الحبوب بالاساس. ومن بعد حبيت نختم معاك، سالوك جاوك اسئله على الموضوع الهجره عشان نعرفوا الاف تي دي او اس ممكن من لي زون جي لي بلوز انجاجي معناتها في هذا السياق، ورقم منذ اللي هو تزاد اونتر تون معناتها مي منذ جمعتين تقريبا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه حكي على 35,000 حارق معناتها توقفوا من اول 2023 هذوما فاقوا بهم، يعني انتخسبتي عمليه صارت تصدي معناتها لعمليه الحرق هذه. مش نحكيو على اللي خلطوا على اللي تعداوا، ممكن 35,000 هذا عددهم نرجع عليه، ولكن كما قلت قبل موضوع الامن الغذائي كيف كيف دونك محور مهم في عمل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. الامن الغذائي نخدموا عليه ديجا. راني قلت لك هو المقال لزميلي معناتها مسؤوليه. اي لا نعرف، اما انا فقط معناتها على الاختيار وقلت معناتها انفلاسيون ا دو شيف فوالا معناتها كان ممكن القراءه نتاعكم، انا مش باش ندخل في التحليل يعني العميق. الامن الغذائي نحن نخدموا عليه، لو كان مش نربط هالك بالجانب نتاع الماء، لو كان ما فماش ماء ما فماش امن غذائي، ما نجموش نخدموا على الامن الغذائي. احنا وصلنا توا ديجا حتى في ارتفاع درجات الحراره ومعناتها قصنا السيج وبرشا حاجات، برشا برشا تاثيرات اثرت في القطاع الفلاحي اللي هو كان رفع في كما نقولوا احنا في سعر المنتوجات الفلاحيه، ولا حتى المواطن غير قادر انه حتى في الغلال ما عادش واحد واثق انه يشري حتى شيء، معناتها المواطن ولا يتفرج على المنتوجات الفلاحيه ويتعدى. وهذا ينجم يهدد الامن الغذائي نتاعنا. بالنسبه لل شفنا اليوم معناتها بالنسبه للتقرير كيل فو فيت ريفيرونس معناتها ان توكا البابيي ما شفنا اللي اليوم يحكي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه على معناتها الانفلاسيون تضخم برقمين معناتها فوالا. من غاديك نمشي معاك للقروان، قروان اليوم فيها برشا دي كانديدا للحرقه معناتها اليوم. قروان مالوغوزمون فيها افقر المعتمديات معناتها ما نعرفش للحرقه والانتحار. سامحني؟ للحرقه والانتحار. وبشجي لا وهي من افقر المعتمديات معناتها هذايا في الترتيب كي نجيو نشوفوا يظهر لي نقاول عليه معناتها توكا من افقر القروان فيها زوز على الاقل من افقر المعتمديات في البلاد ومالوغوزمون كما قلت انت معناتها زوز مواضيع الحرقه والانتحار اللي هي ظهرات اللي كانت واللي انا لامبريسيون ما تطور حتى شيء قد ما حكيتو انا باش نرجع لك اللي قلته قبيليك مش بلوم ولا بالخايبه ما قلت الحديث بون يقول قائل قد ما حكى المنتدى التونسي الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وقد ما حكى الاعلام معناتها وقد ما حكى الاعلام انا بدي حكيت في الموضوع قداش من مره اليوم معناتها نشوفوا الوضعيه معناتها كيفاش ما نحسوش فما نعرفش انتم عندكم ممكن نخلي الارقام تبين شان وانت على عين المكان دايوغ انت تخدم برشا على القروان دونك كي ممكن تعطينا التطورات. أنا قلت لك الوضع في قروان دونك الوضع الاجتماعي نجم نحكيو عليه اللي الشباب نتاع ولاية القروان أم أي سمعت ولا عنده في حياته دشوار زوز اختيارات يا يحرق يا ينتحر. وإحنا شفنا حتى التطور نتاع عدد الانتحارات في تونس حتى وصلت بيه بعد ما انتحر. هذا راهو يرجع لعدد العوامل.
احنا في قروان وصلنا حتى ما فماش حتى تقدم حتى في المشاريع في كل شيء. اللي تلفت يجي حتى باش يجي يشري حاجه ما ينجمش يشري، وبعدين ربطوا نرجعوا بالغلاء المعيشه حتى باش يجي انه يوفر للروح وحاجه ما ينجمش والا حتى مفقوده في السوق. احنا كنشوفوا باغ اكزومبل مرات فما ولايات اخرين منتوجات موجوده في الولايات الاخرين، احنا لهنايك في قروان كل شيء مفقود، المشاريع ما فما حتى افونسمون. معناتها اللي تخلي المواطن في ولايه القروان عنده احباط، يقول لك انا بلاد عايش فيها ما فما حتى شيء فيها، لا فيها خدم لا فيها حتى باش نتنقل، معناتها الحق هذا ما هوش مضمون في ولايتي. انا قاعد فيها الوالد، يا يمشي لولايات اخرى يا يحرق يا ينتحر، هذوما الحاجات اللي يمشي بهم في ولايه القروان. بالحق راهو خاطر الوضع لهنايك تعرف اهم اقل حاجه معناتها المنتوجات الغذائيه. ديجا ولينا والو يمشوا لسوسه باش يشروها. انا جنسة معناتها كيفاش انت تخمم تشوف هنايك وصلنا في قروان برشا من المواطنين جيه فرح ولا جيه حاجه ما ينجمش يمشي لسوسه يمشي غاديكا يقضي المصروف لدارو ويروح. عليه ما مانيش عارفين شنو الاشكاليه، معناتها شنو هي الاشكاليه اللي خلت ولايه القروان في الوضعيه هذه. مشاريع تنمويه ما مشى حتى مشروع. الوضع الصحي كارثي، معناتها لفت مجالات الكل في ولايه القروان كلها كارثية. ما تجي تفهم حتى شيء، حتى كي تجي تحكي على مشروع شبيه معطل، يقول لك ماهوش معطل انكور. ما باللي نوصف لك الوضع في القروان راهو بالحق وضع ما يقص منه. هذيك علاش حتى نسب الانتحار في ارتفاع. ردة الفعل نتاع مؤسسات الدولة ولا الدولة في الجانب هذا حتى ريكسيون زيرو ريكسيون، ما عملوا حتى شيء. لا سألوا لا بحثوا علاش الانتحار هذا في قروان وصل للدرجة هذه، علاش الشباب ولا يقولوا منتحر. قولش علينا مانيش موجودين مانيش متابعين تونس. درسنا مانيش متابعين. حتى المشاريع التنموية اللي تجينا كلها فلوسها من برا. كلها من الخليج ومن منين ومين، الدولة التونسية مش تصرف علينا حتى فرنك، وكلها معطلة، وكلها هيبات وكلها معطلة. علاش؟ ذكروا منيار أنت باحثة معناتها وتخدم فمعناتها أنا نخدم مع أنا المنسقة الجهوية لمشروع العدالة البيئية، أما متبع في الشأن نتاع ولاية القروان، خاطر ولايتي هذيك. هذا هو نعرف لا نعرف، هذيك علاش سألتك معناتها اليوم، لأنه كثر الحديث في الفترة الأخرى على القيروان وتم إقالة الوالي وكل الوالي مش إقالة سامحني فرق بين استقالة ومعناتها لا تمت إقالة الوالي، قلت تمت إقالة الوالي معناتها من قبل رئيس الجمهورية، هذا اش قصدك ولا تمت إقالة الوالي من قبل رئيس الجمهورية. اليوم الوضع في القروان كي نحكي مثلا على موضوع الانتحار، بون ابخي فما شكون يقول ظاهرة، انا ذولي اقوى من ظاهرة، ابخي فما حتى تو شكون تفاعل معانا مختصة هي دكتورة قالت راهو زاد كي تحكي على الموضوع نجم يصير كي لي في دو كونتاجيون عباد تتبع بعضها، ولكن كمان فما واقع فما ارقام وفما ممكن اسباب كيما كنت تحكي فيهم معناتها اليوم. اي بورتون القروان معناتها فيها انتاج فلاحي كبير، فما استثمارات فلاحية في القروان، فما ثروة يعني في الـ في الـ في القروان اليوم، فما معناتها تاريخها معناتها فما المفروض مع خدمه كبيره تش تخدم مع السياح الى اخره، يعني فما باش حاجات تش تعمل في القروان تم اهمالها. غير تحكي فيه راهو بالحق راهو حاجه احنا نفرحوا كي نشوفوا قروان هي المرتبه الاولى في انتاج المنتوجات الفلاحيه، لكن انت تشوف الفلاح باش يعاني. فلاح في الصيف راهو راهي العباد في الصيف توصل يقص عليها الضوء، لا تنجم تسقي لا تنجم تشرب لا تنجم تسقي الحيوانات نتاعها لا تنجم تعمل حتى شيء. احنا خدمنا ريبورتاج على شوامخ في ابو حجله، عباد ماتت معناتها. تصور انت في طنبك السخانه معناتها يسقي في الفلفل ويسقي الفلفل نتاعو مات اصلا. معناتها وصلنا نحكي لك على معناتها هذه شفته على عين المكان. فلاحه يتشكي ويقص عليهم الضوء يرجع لهم ضعيفه ساعه ولا ساعتين لينجموا يسقوا المنتوجات الفلاحيه، لينجموا يشربوا بويسك اللي هما ما عندهمش صناد ولا ما عندهمش جمعيات يشربوا بمستنتاج هذاك معناتها اللي يسقي بيه،
يسقوا به الماشيه نتاعهم، عندهم الغنم وعندهم البقر وعندهم معناتها يمشوا معناتها لدي كل بيديهم معناتها الماء وكل شيء ينجموا يتنفسوا به. اللي يحط الدواء نتاعه في الفرجدان باش يحفظه الضوء يقص عليه، ترسيله يمشي يشري الدواء من الاول جديد معناتها يزيد على الكيله نتاعه. عباد خلت مناطقها وحولت لنا مدينه. ايه لهنايك ان احنا لهنايك نشجعوا في الاستثمار الفلاحي ولا ندمروا فيه؟ ذاك علاش قلت لك راهو الوضع راهو ماهوش باهي في قروان، وراهو حتى كالوالي انا واحده من الناس راهو الاستقاله نتاعو ولا تنحيته راهو جا متاخر على الاخر. متاخر خاطر هذايا كان مطلب طالبينه المجتمع المدني وطالبينه الناس الكل ان تتم الاقاله نتاعو ويعوضوهولنا بشكون كفء ان ينجم يقدم بالقروان. خاطر كما تحكي انت تاريخ وكل شيء راهو ما يجيش قروان نهملوها كما كيكي. أنا قلت لك حتى الاعتمادات اللي تجي للمشاريع الكل راهي تجي من الخليج من السعودية ومنين ومن والدولة التونسية ما تصرف حتى فرنك. وفي اللافان معناتها تم تدميرنا هكاك. علاش الله أعلم. واضح. ونصور المشكلية هذه راهي عند الفلاحة الكل. هاي. الإشكالية اللي نحكي لك عليها نتاع قصان الضوء خاصة في الصيف راهي موجودة كما نقول لك في بوحجلة في حفوت في حفوت وصلت العباد تحتج وسكرت الكياس. واضح. خاطر هذاك مورد الرزق نتاعهم انه يخزر له كيفاش يموت بسخانه ولا ينجم يعمل حتى شيء، هذيك توجع القلب. ومن بعد يجوا في المنابر يقولوا احنا المرتبه الاولى بالمنتوج الفلاحي، راهو انتم في المرتبه الاولى في الانتاج الفلاحي خاطر بنضال الفلاح اللي هو يتعارك النهار الكل ويفز ويطيح باش يوصل يحافظ على مورد الرزق نتاعه باش هو يوصل يجيب لك غاديك. وهذاك نجموا نعرفوا احنا علاش غلاء المنتوجات الفلاحيه في قروان. بالنسبه لل باش نختم معاك منيار، برشا برشا نقرا من قبليك في التفاعلات، سي حسام سي عفيف سي سمير سي محمد، برشا متفاعلين معاك وقبليك بطرق مختلفه. نختم معاك قعدنا دقيقه قبل موعد الاخبار، شنو هو القرارات اللي تنتظروها؟ كان تعطيني توب 3 حتى سهلوها اخويا، حتى قرار واحد بالنسبه ليك ينجم يكون عنده تاثير كبير وايجابي في الفتره القادمه على القروان. ما يعطيني ثلاثه مثال كان عندك توجه بهم على معناتها للرئيس او غيره رئيس الحكومه المسؤولين. سامحني والله القرار ان واحد يجي معناتها كما انا نعرف يقف على المشاريع الكل اللي فعلها فعل جميع القرارات. لو احنا عندنا قرارات الى يومنا هذا حتى قرارات معناتها ممكن انت خاطرك متابعه كل يوم مثالش نسهلوا الخدمه. انا ديما نقولها العباد حقي تعاون العباد باش تعاونها، تو انت عندك فرصه وعندك منبر قلت لك عندك دقيقه فعلوا القرارات. اوكي ممكن المشكله انه ما يعرفوش ولا نساوهم ولا قرارات خذوها 6 سنين، هو ما عملوش 6 سنين مش توا. دونك اعطيني انت سهل لنا شنو مثلا، اعطيني مثلا دو تخوا بروجي ماذا بكم تفعلوا خذوا فيهم قرارات. فما البنيه التحتيه اي قياساتنا كلها بادين فيهم قاسين عليها. اي باهي. ثم المستشفى الجامعي هذاك يلزمهم ينقروا فيه ديجا من عنده تو قرن. اي خاطر هذاك مش يحل لنا برشا مشاكل. ثم زاد الادارات الجهويه خاطر ما عندناش ادارات جهويه في قلوان خاصة نتاع السوناد والتاج والكل، دونك ماذا بينا يكونوا عندنا ادارات جهويه باش وتكون زاد عندها فروع في المعتمديات. سهل العملية للمواطنين. حتى لو كان احنا في بار اكزومبل نخدم على السوناد نحكي عليه، لو كان عندنا إدارة جهوية حتى من بعد كي تتبدل القوانين ولا حاجة عندنا ركيزة عندنا إدارة اللي تسهل الخدمة من غير ما نقعد ونرجع لسوسة ولا نرجع للإدارة العامة في تونس. واضح من يعطيك الصحة. نذكر مستمعينا منيار مجبري سيد قروان وتعرف وغادي معناتها المنسقة سيدة على مشروع العدالة. نذكروا كنت معنا حكينا على التقرير المنتدى التونسي حقوق الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص الماء، حكينا شوية على موضوع الأمن الغذائي. دايوغ اون بارلون دو ماء مثلا سي حسام يقول يجاوب معاك وممكن عنده علاقة بالقروان، يقول من المطالب معناتها الماء الماء والماء والنقل، يقول معناتها وسكاك الحديد، يقول لانه اليوم معناتها مش معقول نقاو قروان مثلا تبعد 50 كيلومتر على الساحل ولكن نحسوها وكاني بعيده الاف الكيلومترات. معناتها برشا كما قلت مستمعين سي عفيف مثلا يحكي على معناتها
تيتر 2 كيما نقولوا هو معناتها في الواد فينانس 2023 اللي ما يفوتش قال 3% يحكي على بيدجي معناتها اليوم كيفاش معناتها الدوله قاعده تخصص في الامكانيات تخصص فيهم الدوله الاستثمار. فما سي سمير قال بون اليوم يرجع على كلامك قبليك على قصه ذوق الكل قول لازم نزيدوا نشجعوا معناتها الفوتو فولتايك الى اخره. تحيه لكل مستمعينا تفاعلوا معنا، شكرا لك انت زاده منيار مجبري على مداخلتك معنا اليوم صباح برنامج اكسبريسو. نمشيو مع امل هاني اخبار 8:30 ثم موعد الرياضه، راجعين مع وزاره الماليه مدى كوثر تدخل معنا بعد شويه نحكيو على الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقائي اللي ينطلق اليوم. كل التفاصيل كان تحبوا تساهموا